رقم 2 الديكودر فايبر. هناخدها من ثلاث نواحي، ثلاثه عيط. اول حاجه بتظهر ازاي بالال ام، بتظهر ازاي بالتي ام، والاماكن بتاعتها السايز. لما اقول ال ام بتاع فايبر، حتى انت قايل انت ايه استين، هصبغها بايه؟ وامبير. هتظهر ازاي الستينز؟ اول حاجه هصبغها بالكومن ستين اللي هي مين؟ اتش ان دي. نص سين ما بتتشافش بالاتش ان دي. دورنا لها على حاجه تصبغها، لقيناها سيلفر. قلنا الكلام ده قبل كده ان انا بستخدم التراي كروم اصبغ بيه الكولاجين، والاورسين اصبغ بيه ايه؟ الاستيك. وسيلفر اصبغ بيه ايه؟ الريتيكولار. خد بقى السيلفر خاصيه، حد يفهم السيلفر ايه؟ طيب اي جي اصلها فرنساوي على فكره، كامل كلمه ارجان، الارجان يعني فلوس بالفرنساوي، من اصلها فضه. اي جي معناها فضه او سيلفر. خد بقى السيلفر بنسميها ار جيرو. يعني ايه ار جيرو؟ فضه. وفيليا يعني ايه؟ محبه. صح كده ولا ايه؟ مصبوغه كمان بالبي اس، اكيد السبب فيها ايه؟ كربوهيدرات. التركيب الاساسي بروتين، فهي تعتبر جلايز بروتين او كربوهيدرات وخلاص. يقول تاني الستينز، جيت اصبغها بالكومن ستين اللي اسمها اتش ان دي، طلعت نوت سين. صبغناها بايه؟ بالسيلفر. طلع لونها دارك براون. الافينيتي للسيلفر، حبها للسيلفر دي فينومينال اسمها ايه؟ ارجيروفيليا او ارجيروفيليا. يعني ما ممكن اقول لك في الامتحان ليه السيلفر ارجيروفيليا؟ هتقول لي ايه؟ عشان بتتسبب دارك براون بايه؟ بالسيلفر. كلمه ارجيرو يعني ايه؟ سيلفر. سيلفر ارجيرو يعني سيلفر، وفيليا يعني محب. وانا بقول لك اهو رمز السيلفر ايه؟ اي جي ارجيرو. اصبغها بايه كمان؟ بالبي اس. اذا فيها ايه؟ كربوهيدرات. لما سبقتها شفتها ازاي؟ اهو عبير ثن ثن رفيعه وبرانشنج، ومن غير ما يكتم فيها متضمن انستوموزنج. يعني بعد ما عملت برانش قام في نفسي انا جاي ماسكه ايه فيها انستوموزنج، ساعتها تعمل لك ايه؟ نتورك. لو عايز انستوموزنج يكتمها بس فيها متضمن. على فكره عندنا في الاستوديو برانش بتاع انستوموزنج كده اسمها العلمي ايه؟ ديكولار فايبرز. نقول تاني، جيت بالال ام لقيت نوع تاني من الفايبرز غير الكولاجين وغير الالاستيك. هذا النوع ما بيتسببش بالال ام دي، بتسبب بايه؟ بالسيلفر. وايه كمان؟ البي اس. لقيته سن رفيع وبرانشي ده اهو، وبيعمل ايه؟ انستوموز. يقوم يعمل لي شبكه فورمنج نتورك اسمها ريتيكولار فايبرز. المشكله في بقى يا جماعه مع تقدم العلم وظهور الاي ام، بتوع الباي تقدموا قال لك الفيكولا فايبر دي مكونه من بروتين اسمه كولاجين. الله اكبر. هنا بس حتى الكولاجين كم نوع؟ 27 نوع على الاقل. رتبوهم تايب 1 2 3 حسب الكومن. جايبين الموست كومن تايب 1 تحت مين؟ تايب 2. قال لك هندي ده تايب 3. إذا الريتيكولار فايبرز مش نوع ثالث، هي سبيشال فورم من مين؟ من الكولاجين. بس ليه يا دكتور بنعتبره نوع منفصل؟ لأن الـ بتاعه مختلف. الـ LM مختلف تماما. يعني إيه؟ سن وبرانش وكنت وورك. لا، الكولاجين فايبرز الأصلي اللي هو تايب 1 ده احنا شرحناه الحصة اللي فاتت، كان فيك، كان برانشنج؟ لا، نون برانشنج. كان متجمع بشكل نوت وورك؟ لا، بشكل إيه؟ باند. فهمنا يا جماعه كتب الحديث مش بتقول نوع تاني. كتب الحديث بيقول لك ايه انواع الفايبر بتاعت الكونكتيف تيشو؟ رقم واحد كولاجين، رقم اثنين الاستيك، وخلصت. هو بيشرح الكولاجين يقول لك هنا موست كومن تايب، تايب واحد موجود في الاماكن الفلانيه، تايب 2 موجود في الاماكن الفلانيه، تايب 3 سبيشال فورم. ويقول لك ان هو ما بتسببش بالاتش ان دي، بتسبب بالسيلفر وبتسبب بالبي اس وبتشاف برانشنج. فهمنا؟ بس طبعا احنا متعودين على القديم اللي هو ال ام، هو الاهم بالنسبه لي. يعني بال ام عندك كام نوع؟ ثلاث انواع.
اول نوع اسمه كولاجين. كان بيتاكل شاندي احمر، كان بيتاكل تراي كروم بيتاكل تراي كروم، لكن ده لا بيتاكل تراي كروم ولا بيتاكل شاندي، فسيخرج طبعا الكولاجين رغم تركيبه الكيميائي يعتبر ايه كولاجين تايب 3. نبص انا على ال ام، نبص على ال ام ده من ال ام كلمتين، الكلمه الاولى ايه ستينز والكلمه الثانيه كبير. الستينز اول سنه ايه شاندي، نوت سين نوت فيزيبل الكومن ستين بتاعه. كان دي ستين باي ايه سيلفر، سيلفر ودي لون ايه دارك براون. هذه الافينيتي، هذه الفينومينا اسمها ايه ارجيروفيليا. كان دي ستين باي ايه بي اس، يعني في سكر اكتر من الكولاجين، والكولاجين في سكر في كربوهيدرات لكن ده اكتر. انت كده بتحب البي اس مليان جلايكوبروتين، ريتش ان جلايكوبروتين، رغم ان الكولاجين فيه سكر بس مش كتير. ابير اس ده ايه سيل برانشنج فورمنج ايه نتورك. بالاي ام عباره عن ايه كولاجين تايب 3، وده عباره عن فايبر. الفايبر بيتكون من ايه؟ من فايبرز. يبقى انت عارف كلمه فايبرز كده قبلها كلمه ايه سن، ما كده فايبرز سن، هي اصلا نفسها سن. الفايبر سن هتبقى الفايبرز ايه فيري فيري تن، وهنربطها مع بعض باوند توجذر بانتر فيبرال بريدج. البريدج ده عباره عن بروتين عامل زي الكوبري بيربط الفايبرز مع بعضها. انت ما عندكش بديل اي فايبر حتى في الكولاجين، ما لازم اربط الفايبرز مع بعض عشان تعمل لك ايه فايبر، صح كده؟ هو بس مش لاقي حاجه يقولها، مش عايز يشرح النوع ده بالتفصيل لو مش مهم. يبقى احنا في الايه نحفظ كلمه ايه لايك كولاجين تايب 3، او هو على نفسه كولاجين تايب 3. في عندنا تعريف في الاول خالص اكتب عليه ديفينيشن تحتيه اكس، ده كل الكلام اتقال على فكره في الشرح. اول جمله كاتب ان الروبوت ده فايبرز عارفه ايه فيري ثين، كاتبها في ال ام ثين، هي ايه الفرق دي فيري ثين او ثين. النقطه اللي انا كاتب ايه ان هي ارنجد على شكل ايه نت وورك، كتبها مره نت وورك، كتبها مره لايك نت، كتبها مره كلمه مش، مش يعني شبكه، مش شبكه بس باللاتيني، يعني كلمه مش لايك نت. يعني لايك نت يعني نت وورك في كل لغات العالم، يعني مش لايك نت ونت وورك، ولا احنا نعرف ان اللي هنا نت وورك. الجمله الثانيه سبيشال فورم من مين؟ كولاجين تايب 3. قال ايه زياده التعريف؟ ما قالش حاجه، ما تحفظوش هتجيبوا الامتحان. نقول تاني لو جالك التيكولار فايبر اول حاجه هتكتبها ايه؟ ال ام وكلمتين رقم واحد ستين، رقم اثنين اربين. في الاي ام اكتر حاجه ايه؟ كولاجين تايب 3 وخلصت كده. كده قلت التعريف فعلا، التعريف اول حاجه قال ان هي فيري تن، فتبقى ايه في ال ام؟ تن. الجمله الثانيه مترتبه على شكل ايه؟ نت وورك، كتبها مره ايه؟ مش يعني مش شبكه نت. الكلمه الثالثه ما هو الا سبيشال فورم من ايه؟ كولاجين تايب 3. كله مكتوب اهو في ال ام والاي ام. نقلب بقى نقل الساينس. الساينس رقم واحد دي خدناها قبل كده على فكره، موجود في الاستروما اوف اورجانز. وحكاك كمين اللي معاك مين اللي خليها صنعه؟ اكتب فوقها كده ويز ريتيكولار سيلز يبقى ريتيكولار فايبرز مع الريتيكولار سيلز تعمل لي الاستروما اوف اورجان. فكانت الاستروما النسيج الشبكي، السرير اللي مين هيقعد فيه؟ الجزء الوظيفي للاورجان اللي هو اسمه لاتيني بارينكيما. كتب زي احفظ وانت عايز تحفظ. كتب زي مين؟ زي الليمف نود، زي السبلين، زي الاندوكراين جلاند، زي الباروتيد، زي حاجات كتيره جدا. اديك امثله يعني ستروما. اهم حاجه اوعى تكتب لي اورجان مجوف. انا اورجان مجوف ملوش ستروما. عارفين اورجان مجوف زي كده؟ ستوما، سوفوجاس، هار، دول ما همش ستروما. لهم حاجه اسمها وول واليومن. لكن بتكلم مين ليه ستروما؟ الحاجات المصمطه المقفوله من جوه زي الليفر زي الكدني. تبقى عايز تكتبهم وانت عايز تكتب الليفر والكدني كده فيها ستروم. ليمف نود مصمطه، سبلين، اندوكراين جلاند زي كده اندوكراين جلاند ثايرويد. ممكن اكتب سليفر او اكتب سليفر بس سليفر اكسبرايم سليفر برضه ليه ثايرويد بيتيوتري سوبرايين حاجات كلها لها ستروم. فكلمه ستروم معناها نسيج شبكي. رقم اثنين وثلاثه عندك معلومه كلمه واحده موجوده يا جماعه في اللوز كونكتد تيشو.
ما يقع اللوز كونكتيف تيشو؟ اداك مثالين، رقم واحد من بتوين السموز ماسل فايبرز، فعلا ما بين السموز ماسل فايبرز وبعضها في نسيج كونكتيف اسمه لوز. لوز يعني حاجه رخوه كده، لوز، وده بيحوط تيتش مايوسايت. يعني ايه مايوسايت؟ السموز ماسل سيل، مايو يعني ماسل وسايت يعني خليه. يبقى موجود فين تاني؟ ان بتوين السموز ماسل سيلز. على فكره لها اسم باللاتيني بتاع السموز النهارده، اسمها يا جماعه اندوميزيوم. قلتها قبل كده؟ اندوميزيوم. اندوميزيوم، اندو يعني ما بين، وميزيوم مايو يعني عضله. فين يا جماعه حاجه اسمها بريفرال نيرف؟ فيريد النيرف، الار نيرف، انفتح خط الاناتومي، انت الكوستال نيرف، كل اللي فات بنسميها بريفرال نيرف. ملاقي ما بين النيرف والنيرف اهو، ان بتوين النيرف فايبرز. ساعتها برضه لها اسم باللاتيني بس هنا مكتوب اسمها اندو. اندو ايه؟ النورين. قول تاني، قول تاني. اول مكان ايه؟ بالستروما فور. المكان ده انت مصاحب يكتب باللوز كونكتيف تيشو، واحنا هناخده بعد شويه. يقول لك موجود فين اللوز كونكتيف تيشو؟ دي بقى امثله. رقم واحد موجود فين؟ ما بين السموس ماسل فايبرز. ليه اسم علمي؟ هناخده في المصر اسمه ايه؟ اندوميزيك. تاني موجود في اللوز كونكتيف تيشو، ليه اهتماماتهم؟ احد امثلته فين؟ ما بين النيرف فايبرز، في البريفرال نيرف، زي الالنر، زي الراديال، زي الانتركوستال. ساعتها برضه ليه اسم علمي، اسمه اندو ايه؟ نيوريم. اندو نيوريم. خلاص؟ انا قلت بدل نحفظ رقم واحد استروما، رقم اثنين اندوميزيوم، وخلصنا كلمة واحدة. رقم ثلاثة ايه؟ اندوميزيوم. لو حد سألك يعني ايه؟ لا ده هناخدها في الترم الثاني. هناخد بالتفصيل ما هو الاندوميزيوم، وما هو قيمته ووظيفته، وبيعمل ايه وفكرك من ايه بالظبط. خلاص كده؟ يبقى سؤال ايه ثاني؟ استروما. رقم اثنين اندوميزيوم. يعني اندوميزيوم؟ ان بتوين السموز ماسل فايبرز. رقم اثنين ايه؟ اندونيوريم. يعني اندونيوريم؟ ان بتوين البريفرال نيرف فايبرز. عندنا يا جماعه يعني ايه استولوجيكال ستراكشر؟ يعني ال ام و ام. كلمه ديسكرايب استولوجيكال ستراكشر يعني ال ام اند دي ام. اند ديمنشن السايت، ده ممكن ديمنشن عشان ما تشرحش حاجه في السايت، لان هو عارف ان انت هتاخد ده في الترم الثاني، فده ممكن تشرحه من اجل ما تعرفش شرطه. اند ديمنشن ايه؟ منشن يعني اكتب الاماكن فقط. بالال ام كلمتين، رقم واحد ستين، رقم اثنين حبير. بالاي ام كولاجين تايب 3، وده فايبر يبقى عباره عن ايه؟ فيبرلز خربطتهم في بعض، باوند توجذر بحاجه اسمها ايه؟ انتر فيبرلر بريدج. نيجي للاماكن، اول مكان ايه؟ استروما اوف اورجان، وخدناها فعلا من شويه مع الريتيكولار سيلز اللي بتصنعها. رقم اثنين ايه؟ اندوميزيوم. رقم ثلاثه اندوميوريا. اطلع النوع الثاني اسمه الاستيك فايبر. فايبرز انزيم سجست، يعني من اسمها يعني مش محتاجه يعني من اسمها انزيم سجست. زي ايه؟ هايلي الاستيك. يعني هايلي الاستيك يعني ستريتش، تتمش ان ريسبونس تو تنشن. النقطه الثانيه زي هناك برضه في الكولاجين، فيزيكال بروبرتيز، خصائص الفيزيائيه نفس القصه. رقم واحد كالرلس، دي امتى؟ وهي سنجل، وهي فريش. يعني ايه فريش؟ قبل ما نسبقها انستيل. لما تتراكم انكريز النمبر تقلب هنا لون اصفر، يلو يلو، يبقى هناك لونها
ابيض، هنا لونها ايه؟ يلو اصفر. رقم 2 سترونج، ثلاثة قد ايه؟ فيري سترونج. هتوهي اكدها لك، ليس ذان كولاجين، سترونج ليس ذان كولاجين. فليكسبل اند ايه بقى؟ الاستيك. كده من شويه هاي ايه؟ مش فارقه كتير برضه، الاستيك او هاي الاستيك. وهيترجم لك يعني كلمه الاستيك، يعني ايه الاستيك تاني؟ يعني يحصل لها ستريتش لما تشدها، ولما تسيبها يحصل لها ايه؟ ريتيرن. كانت اخطاء في الفيزيولوجي اسمها الاستيك ريكويل. يعني الطفل لما يرمي نفسه تحته وتنزل كده حصل لها استريتش ان ريسبونس تو تنشن، خلاص فكده تقوم طلعها فوق تاني. ودي مهمه جدا على فكره سوست. انت متخيل عارفين ضغط الدم كام في السيستول؟ 120 120 يعني السيستول؟ اه كبار. نعم، يعني لما الهارت الموتور بتاع الميه يشتغل الاقي ضغط الميه 120 سبحان الله، ولما يقف اسمه دايستول تلاقي ضغط قدام في كام؟ 80. ما كانش يحصل كده، ده مش عادي. طول ساعه الموتور يشتغل الاقي الضغط وصل 500، ساعتها لو قاعد الميه هتفرقع ومصيبه سودا. المفروض لما الموتور يقف الضغط ده يوصل كام؟ صفر زيرو. ما بيحصلش بسبب الالاستيك الكويت. ساعه ما الهارد يضخ الاقي الاورطه وسع الضغط وصل كام؟ 120 ما وصلش 500، لان البلاد فيل اللي هو الاورطه واسع الهارت واقف الاورطه فضل زي ما هو؟ لا رجع حافظ على الدم ايه؟ 80. ده يخلي على طول في حاجه اسمها بلاد فلو، تدفق للدم سواء سيستول او دايستول. فهمتوها ولا ايه؟ هي دي معنى الكلمه استريتش ان ريسبونس تو تنشن، ساعه ما الهارت ينقبض يعمل سيستول. الهارت واقف ريتيرن تو ايه؟ اوريجينال لينس اوريجينال دايمتر. اسمها الاستيك ريكويل. الصفة الثالثة ما بيتأثرش بالأسيدز، لا ويك ولا سترونج ولا الألكاليز ولا حتى البويلينج. لو غلطت مية ما بيتأثر بيها يا دكتور بإنزيم بيطلع من البنكرياس اسمه إلاستيز. إلاستيز هسمعنا قبل كده؟ إيز يعني انزيم. ويلاست يعني ويلاست فايبر. نقول تاني فيزيكال بروبرتيز معناها الخصائص الفيزيائيه، الخصائص الطبيعيه. اول حاجه الكالر، اخبار الكالر ايه؟ كالرلس وهو فريش هو سنجل. لو تراكم بريزنت ان هاي كونسنتريشن زي الاورطه كده، زي الاورطه كان تلاقي لونه ايه؟ يلو اصفر. النقطه الثانيه سترونج يعني قوي يستحمل، بس طبعا اقل من الكولاجين. فليكسبل طبعا مرن او قابل للانسناء. عندي ايه يهمنا كلمه الاستيك، حتى هيترجمها لي يعني الاستيك استريتش ان ريسبونس تو تنشن اند ريتير زير اوريجينال لينس. طب ثلاثه ايه؟ نوت افكتد باي اسيد الكالين بويلينج بات افكتد باي ايه؟ فالكوينت هيدرولايز. فين انا هيدرولايز؟ انا مش وسط تمام، انا غير ما مش هيتكسر. لكن هيدرولايز هيدروليتيك انزيمز انزيمات هاضمة تفترض وجود المية في وسط التفاعل، فدي يسموها هايدرو. مين موجود كل الأورطة من المية بس مين الأورطة؟ مين الأورطة؟ موجود في كل طبقة مين الأورطة؟ نيجي بعد كده. ال ام حد يقول لي لايك ال ام؟ فاكر السنس احنا خدناهم. رقم واحد يطلع الجهاز يطلع احمر. رقم كلمة بين تبقى عليها ستوبين. يا جماعه بيطلع بيه البنك يبقى اغمق شويه من الكولاجين، لان الكولاجين بيكون سك فبيطلع اغمق سنه، وده موجود على شكل بند بتاع الكولاجين. اما هو بيطلع بيه البنك او اسيدو فين اسلوخه بالورسين هيطلع ايه؟ براون. لما اسلوخه هيطلع ايه؟ اهو توبيك تن وشور وسلندر. سلندر يعني نفسها كلمه تن مش عايزينها، تن وشور وخلاص. وبرانش ما دام برانش على اسكيموز هيعمل لك ايه؟ نتورك. نتورك ممكن الاقيه موجود على شكل جروبز مجموعات بنسميها ساعتها لاميلا. ده
تاني. هيظهر تاني. thin and short. branching and anastomosing. form great work. وممكن زي ما قلت على شكل جروب مجموعات يبقى اسمها ساعتها ايه؟ لاميلا. نيجي بالنسبه للاي ام عباره عن كور من البروتين. كور اوف بروتين اسمه الاستين. ده بقى كلمه كور اكيد عندك ايه؟ كفر. كفر غطا. الغطا عباره عن ايه؟ عباره عن خطوط رفيعه قوي عامله كده اسمها العلمي مايكروفيبرين. مايكروفيبرين دي بقى عن بروتين اسمه فيبرين. افهمك يعني ايه؟ بص معايا فاكرين يا جماعه الكولاجين كان الفايبر عباره عن ايه؟ فيبرين صح؟ سواء كولاجين او التيكولاجين. هنا مش عباره عن فيبرين. ما هنا عباره عن ايه؟ عامل زي القلم ده كده اهو. القلم فيه كور اللي هو اللي جوه ده. الكور ده عباره عن بروتين اسمه لاستين وعليه كفر غطا. هو ده الغطا خلاص. هو ده مالتي من كور اتفهمنا لها ايه؟ كفر. مين الكفر؟ شويه خطوط رفيعه جدا مش عارف ايه يسموها فايبر. يسموها ايه؟ مايكرو فايبر. عباره عن بروتين اسمه ايه؟ فيبرين. هما هو الجمله دي قلتهم عندك مره في ال ام ومره في مره في الاي ام ومره في النيوكلير ستراكشر. في الاي ام مكتوب ايه؟ اهو دي الاستين فايبر. دي سكور اوف كور اوف الاستين. ده بروتين اسمه الاستين متغطي سراوندد يعني كفر بشيز غلاف اهو. غلاف اهو من ايه؟ من مايكرو فايبرز. نيجي للترتيب الكيميائي يعيدوا تاني. الكور عباره عن ايه؟ الاستين. والشيس عباره عن ايه؟ فيبرلين. عايز الناس تتخيلها. الكولاجين يا جماعه اللي كان اتفرج عليه في الاي ام دي عباره عن خطوط اصغر اسمها فيبرلز صح كده؟ هنا لا هنا مش عباره عن خطوط اصغر. ده هو عامل زي القلم بالظبط. في كور هو ده الكوره. ده كور مصنع من بروتين اسمه ايه؟ الاستين وعليه ايه؟ شيس عليه كفر سراوند باي. الشيس ده مصنع من ايه؟ من مايكروفيبرين او فيبرين. فهمنا؟ دولها مره في الاي ام ودولها مره في المولكيولار استراكشر. نيجي للتصنيع. نفس فكره تصنيع الكولاجين. مين اللي خليها تصنعه؟ فايبروبلاست. بالاضافه الى مين؟ سموث ماسل. خلايا كتير بس اشهرهم سموث ماسل. هيصنعها شكل بريكيرسور. هناك كان اسمه تروبو كولاجين، هنا هيبقى اسمه تروبو الاستين. وبرضه يحصل له بوليمرايزيشن يعني يتجمع. بره الخليه ولا جوه الخليه؟ بره اكسترا سيلولار مكون لك الالاستيك فايبرز. التصنيع كروي ليه؟ لانه شرحنا التصنيع في الكولاجين. بقول لك نفس خطوات التصنيع، شويه خطوات جوه الخليه وشويه خطوات بره. الخطوات اللي جوه الخليه اللي هتطلع لي بريكيرسور اسمه ايه؟ التروبو الاستين. هناك كان اسمه ايه؟ التروبو كولاجين. وهناك كان بيحصل له بوليمرايزيشن يعني يتجمع فين؟ اكسترا سيلولار. هنا برضه هيتجمع فين؟ اكسترا سيلولار. نيجي للاماكن. رقم واحد موجود أبندن في اللنج. حد يعرف ايه؟ عشان الاسبيريشن والاكسبيريشن بيمسكوا الاستيستي. موجود في السكن اهو امسكه كده وسيبه اهو. فدي معنى كلمه الاستيستي. تشيله يجي معاه يسيبه يرجع تاني. موجود في السكن. موجود في اليورينر بلادر. حد يعرف ايه؟ تمدد. احنا حتى حطينا فيها ايبيثيليوم اسمه ترانزيشنال ايبيثيليوم عشان يسمح لها بالتمدد. هحط حواليه كونكتيف تيشو مليان الاستيك فايبرز عشان يسمح لها بالتمدد. لان اليونين اللي جواها انكمبريسبل لازم تكون هي استريتشبل. يبقى واحده ممكن تفرط نقطه. موجود ده في هنا فين؟ في اللنج والسكن واليونين بلادر. رقم اثنين موجود في اللارج الاستيك ارترز. يعني ايه لارج الاستيك ارترز؟ بقول لك زي الاورطه. كلمه لارج الكبيره اللي هي جنب الهارت عشان تستحمل ضغط الهارت اثناء السيستول وتحافظ على البلاد فلو اثناء الدايستول. رقم ثلاثه في ليجامنت هنا يا جماعه في الظهر. في ليجامنت هنا بالظبط كده في النجم اسمه ليجامنت ميوبي. ليجامنت ميوبي عشان يعمل اسيست في النجم. وفي ليجامنت بيربط الفرتبة مع بعضها اسمه ليجامنت فلابم. فلابم يعني اصفر. ما خدتش بالي.
مش عايز يحفظهم يحفظ مكانهم إلاستيك ليجامنت. في ليجامنت ما بين البون، ليجامنت بتقول له بون البون. في نوع بيكون كولاجين ما بيعملش أي ستريتش، نوع تاني بيكون إيه؟ إلاستيك. خصوصا في النك والفيبرا كولاجين. اسمه ليجامنت ميوتي وليجامنت فيلاتا. ثواني بس يا جماعة، الموضوع مش صعب على فكرة. أنا لو طالب أصعب حاجة عندي إن أنا أتخيل المنظر ده. سيبه عندك. ده أصعب حاجة في الحصة، إلاستيك فايبر طبعا. وغير سؤال الكومبليت عن فكرة. إيه إلاستيك فايبر إز فورم الأوفر. عايز تجيبه الطالب فاهم. لو قال إيتش كولاجين فايبر إز فورم ده في إيه؟ فايبرلز. لكن لما أقول إلاستيك الكولاجين إيتش كولاجين فايبر إز فورم ده فايبرلز. فدي كانت مرصوصة إزاي؟ كانت بارل ويه وكلوز لي باه وكانت الفايبرلز فيها إيه؟ باندل. هنا موضوع مختلف. هنا الإلاستيك فايبر عبارة عن حاجتين. عبارة عن إيه؟ كور. كور من البروتين اسمه إلاستين. عليها شيس، عليها كفر. البروتين اسمه إيه؟ فيبرلين. ده أهم حاجة في الحصة على فكرة. لكن باقي الكلام سهل أوي. على فكرة تعريف الإلاستيك فايبر ده خايل إلاستيك. قال إيه؟ ما قالش حاجة. عرف الماء بالماء. إيه تعريف الإلاستيك فايبر؟ خايل إلاستيك. المفروض تقول لي يعني إيه خايل إلاستيك؟ هتقول لي يعني خايل إلاستيك؟ صح. طبعا الكولاج كان بيتاثر بكل حاجه الاستيز بيتاثر بانزيم اسمه هيدرولايز يعني بتكون في وسط مائي سيب اسمه الاستيز جينا بالال ام في ستينز وفي ابير ايه الستينز ايه يعني بيل بين استوفيليك ايه سبب الاستيكليك فورسين فورسين بيطلع براون فورسين براون لما سبقناه ابير ايه بين شور وكمان برانش وانستموزي عامل شبكه عامل شبكه وشوف. بعد كده هنعمل برانش. جه واحد تاني اهو هم عامل لها انستموزس. ورجع تاني برانش كده. وهكذا اهو. منظر كده. هو ده منظر بس كده بتطلع بين بين. ده خط واحد. مش هناك يا جماعه الفاكهه مفروض بعضها. هنا بقى الرقم ازاي؟ ادي اول طبقه. قوم حطوها جروب تاني. الجروب تالت. الجروب رابع. تقوم تعمل لي لايرز. اسمها العلمي لاميلا. لاميلا يعني لايرز. نقول تاني شكلها ايه؟ تن وشور تن هنعبرها ايه؟ لون لون وويف ده هيحصل لها برانش وبعد ما برانش انا استموز مع التانيين هم يعملوا ايه؟ شبكه نتورك ممكن تبقى شبكه واحده ممكن اعمل ايه؟ شبكات فوق بعضها الجروبز تقوم تعمل لي اسمها ايه؟ لاميلا بالاي ام ايتش الاستيك فايبر الصوم الأوف كور من بروتين اسمه ايه؟ سراوند كلمة سراوند يعني كفر حواليها شيز حاجة اسمها ايه؟ فيبرلين أو مايكرو فيبرلين التركيب الجزيئي هو نفسه لما جينا نصنعها البريكيرسو بتاعها اسمه ايه؟ جلوكو إلاستين على وزن جنيه اسم الخلية برضه مينلي فايبر بلاست في خلايا كتير أشهرهم لصوص مصر خلاص كده؟ ايه الأماكن؟ هتفتكر؟ لانج لانج سكن سكن يورينا بلاطه تروح في ثلاث اماكن ممكن تبقى في حد ثلاث اماكن بعد كده في الاورطه بنسميه لارج الاستيك ارتريز حاجه ايه؟ الاستيك ليجمنت زي كده الاستيك ليجمنت ليجمنتم نيوبي هنا وتحتيه بقى ليجمنتم في لابا ليجمنتم نيوبي ده في النك نيوبي في النك ليجمنتم في لابا ده ليجمنت لونه اصفر عشان مليان الاستيك فايبر يربط الفرتبرا كلهم مع بعض تمام كان في نص صفحه كده سهل جدا كده صفحه 122
من عند المختصر بس. انا جداول مختصرة تماما. مش ما تستكلها بس. انت جداول تقوم. انا من المعنى. ما هو ترتيب الكونكتين؟ سيلز، فايبر، وجراوند سورس. ايه انواع السيلز؟ فيكسد وفري. مين هما الفيكسد؟ فاكرهم؟ 3F بير 2M. مين هما 3F؟ فايبر بلس، وده فايبر تايب، وفايت سيلز. رجعت 3. مين ال 2M؟ بيكون قايمة اللي هي الام وماكروفاج. بنسميها هنا بقى فيكسد ماكروفاج. وبير بيريسايت اي اندوثيليال سيل والار ريتيكولار. كلمه بير 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 الاولى بيريسايت والاي اندوثيليال والار ريتيكولار سيل. حاول كده النهارده لما تروح تبص على كل قطعه تاخد كلمه واحده. يعني مثلا دايما سيل ايه اهم كلمه فيها؟ اهميتها ايه؟ ستيم سيل فايبر بلس بتصنع كل الفايبرز وكل الجراوند سامس كده بتصنع البروس والريبير. تطلع الفايبر وسايت ينقفل بتاع فايبر بلس. تطلع الريتيكولار سيل بتصنع الريتيكولار فايبرز. عشان تعمل ايه؟ ستروم ستروم اورجانز. بعد كده مين؟ تطلع الاندوثيليال سيلز سيمبل ستوما سيميثيليوم اللي بيبطن نوعيه دمويه. تطلع الميليسايت دي الستيمس اللي تحت العضل. اوعى تنسى الستيمس اللي تحت العضل. حد فاكر ليه؟ ديفرنشيت انتو وقلب اي حاجه صح على فكره. ما هي يو ام سي تدي اي حاجه بس كده تاني على سبيل الامثله فايبروبلاست ماكروفاج اسمه في مصر كده تدي اي حاجه معايا؟ بعد كده ايه؟ ماكروفاج ماكروفاج شيء خليه عظيم بالجيتر. حتى فاكر الورد بتاع حياتي بلاد مونوسايت. بلاد مونوسايت السايت ايه؟ موست اورجانز اند تيشوز. انتوا الكارتيبل سيستم اسمه ايه؟ مونونيوكليتيك سيستم صح كده؟ تعرف تقول لي امثله ليه؟ المونونيوكليتيك سيستم اسمه سايت في الكونكتيف تيشو بوست بلاستيك البون كوبر سيلز اللي هي وظيفتها ايه؟ سكافنجر. ايه كلمه سكافنجر؟ زبال. يعني سكافنجر بقى فاجوفايتوز اي حاجه وديفنس مايكرو اورجانيزم. واميونيتي بقى تبدا تعمل عمليه الاميونيتي لما تاخد الاندوجين اللي هو البكتيريا وتوديه للليمفوسايت اسمها ايمونولوجي. وفي الاسبرين الكاوستر بالار بي سي. فاهمنا؟ خمس دقايق اهو. انا عايز اكلمك في البيت. خمس دقايق بالراي بيكسل سيلز. ندخل على الفري. هل فاكر اسماء الفري ايه؟ لا الاسماء كان في اسماء ثانيه وانت راضي فاهم. ووندرينج مايجريتنج ترانزيانت ومطيب. فكر سبحان الله. يبقى طالب عرف اسم الفري لكن هل ترانزيانت؟ كاتبها له مطيب. الفري سيلز ليها اسماء كتير. اي حاجه معناها مش فيكس على وراك معايا؟ خلاص؟ اي حاجه معناها مش فيكس. الفري سيلز احنا خدنا اول خليه الموست كومن اسمها بلازما سيل. بلازما سيل. الخليه الثانيه اسمها ماست سيل. كده دي ام. حته ناقصه. ناقصه دم. وايت بلاد سيل. هو كده. مين البي تاني؟ لازم سيل. مين الام؟ ماس. اوعى تلخبط بينهم. مين الام اللي هنا؟ مين الام اللي هنا؟ ميزنكايما وماكروفاج. خلاص؟ الخلايا التالتة ايه؟ وايت بلاد سيلز. وهي الفري سيلز اللي هي كام اسم؟ خمس اسماء. هنزود كمان خليتين. هنحط هنا خلية كمان اسمها بيجمنت. مش مشهورة خالص. تفاصيل. ونحط زي احنا قلنا الماكروفاج مي بي فيكسد مي بي ايه؟ فري؟ فاكر الكلام دوت؟ مش قلنا الماكروفاج لو هي سيتل داون الكونكتيف تيشو اصبحت فيكسد الكونكتيف تيشو اسمها فيكسد. لكن لو قلت ترافل ما بين الكونكتيف تيشو والبلاد اسمها ايه؟ فري؟ كده خمس خلايا احفظهم مع بعض. اقول صح كده.
118 في عندنا خمس كلام مكتوبين يجي لك الامتحان النيوماريت النيوماريت فري سيلز اوف كونكتد تيشو وبعدين يطلب منك واحده تشرحها لغايه ما يبقى بلازما او ماست نقول تاني النيوماريت فري سيلز اوف كونكتد تيشو هتقول رقم واحد ايه بلازما بتصب حرف البي واختها بيجمنت بس مين اهم البلازما بشكل تفصيل الخليه الثانيه ماست سيل ومين اللي زيها في الام ماكروفاج ممكن تشرحها او تشرحها بس ليه احنا عندنا الماست وعندنا البلازما معايا انت يا شباب ماست سيل الخليه الثالثه ايه وايت بلاد سيل تحت كده عليها كده ايه سرطان الدم مين اللي بيحصل فين هو ادراك سيلز ما بيحصلش مع البسيس المهم اسباب كتير اسباب كتير معايا بس انا انت عارف سرطان الدم مين اللي بيحصل فين في الوايت بلاد سيلز في بيسموها اللوكيميا لان المرض اصبح وايت كود وايت بلاد سيلز اللي فيه لوكيميا ايه انواع الليكوسايت حد فاكر خمس انواع عايز نفهمهم النهارده ثلاثه فيه نيوتروفيل وبيزوفيل مونوسايت وليمفوسايت والليمفوسايت نوعين في نوع بيطلع من البون مر يشتغل على طول اسمه بي ليمفوسايت ونوع يطلع من البون مر يروح للسايروس يكمل تعليمه بعد كده يطلع يشتغل اسمه تي ليمفوسايت في حاجه اسمها بيجمنت سيل مطلوب منك المكان موجوده في السكن في السكن رقم واحد موجود هنا السكن موجود حاجه اسمها البيا ماتر معنا سماه بالعرب الام الحنون ايوه فيما في المخ اخواتها مين الام الجلديه والام العنكبوتيه فين دي سموها الارشيه السحائيه كانت ثلاث طبقات اول طبقه حنينه جنب المخ لوز اسمها بيا ماتر اللي بعدها شبه العنكبوت نسيج اسمها الام العنكبوتيه اخر واحده قويه وبعيده كانوا بيسموها الام الايه؟ الجافي هتاخدهم تفاصيل السنه الجايه في ايه؟ بيا ماتر ايه؟ ولا حاجه فيها خليه اسمها بيجمنت سيل حاجه اسمها كورويد اوف ذا اي بيسموها بالعربي مشيمه العين ده جزء موجود في العين بيحتوي على بيجمنت سيل. قلت يا جماعه مشكله الاماكن مش عليها. تحفظ كلمه سكن تحفظ كلمه بيا مطر تحفظ كلمه كروموسوم. بقول لك يا جماعه انت في خليه ثانيه غيرها في السكن غير دي اسمها ميلانو فورز. او ميلانو فاج صح؟ هي دي خليه ثانيه كمان اسمها ميلانو فاج. حتى يسالك كده ما تخافش. غير مش مهم خالص على الاطلاق وكده فيها ايه؟ ده موجوده فين فقط؟ بيقول لك هي عباره عن سيلز كونتين بيجمنت، حد ما حدش نوع البيجمنت ايه؟ خلاص؟ في عندنا صفحه 132
عايز اعرف بقى الطيب دوت كونكت بروبر. اول حاجه عايز اعرف هقسمه حسب ايه وما اوت بريك كونكتد تو بروبر كلاسيفايد اكوردنج تو لبروبورشن اوف اكس كومبوننت مكوناته نسبتها الى بعض. بقول لك ايه، لو الفايبرز كتيره يبقى اسمه دنس. يعني ايه دنس؟ انت معاها فايبرز كتيره. لو الفايبرز قليله تبقى ايه؟ لوز. ده في منطقي قلنا بكده يا جماعه الكونكتد تيشو عامل زي طبق جيل حاطين فيه الجناحه. لو انت فتحت الجناحه يبقى جيل اخضر ايه؟ دنس. طب حاجه كثيره دنس وقوي ساعتها ويستحمل حاجات كتير. لو انت قللت الفايبرز هتكتر مين يعني؟ السيلز والجراوند سابس اللي هي عباره عن ميه. يبقى كده اخباره ايه؟ لوز. سموها بالعربي رغد. فهمنا؟ شو تاني؟ ايه انواع الكونكتد تيشو؟ لوز وايه؟ ودنس. هناخد النهارده اول نوع في اللوز. اسمه لوز اريولار كونكتد تيشو. اسمع بقى يا ريتم. نص صفحه مقدمه بعيد وزيد في الكلام. انا مين من النص التحتاني. وبقيت لو احنا خدها في السجاير هنفهمها اكتر، مش عايز اقولها النهارده. هناخد مين تاني؟ لوز اريولار كونكتد تيشو. تاني. قول لي يعني ايه كلمه لوز؟ الفايبر في الغيابه بقى الايكون. والسيلز. ايه رجعت عرفت يعني لوز كونكتد تيشو؟ مكتوب ايه؟ لوز كونكتد تيشو. This is a cellular connective tissue. عايز اقول لك ان في ايه؟ في سيلز كتيره. ما هو اي كونكتد تيشو فيه سيلز. سيلولار يعني في سيلز كتيره. With thin sparse fiber. سبيرز يعني ايه؟ سكتر. وبعترة. يعني قليل. مين بقى اللي كتير؟ ماتريكس. Abundant matrix. تاني. بقول لك يا ابني يعني لوز ونكتب تقول يعني ايه؟ الفايبرز قليله. مين اللي هيزيد؟ سيلولار اند ماتريكس او اباندنت ماتريكس. فبقيت كلمه سيلولار هو اصلا سيلولار من الاول. انت عايز اكد لك ان في سيلز موجوده وواضحه. فهمنا يا جماعه؟ كم نوع هو؟ خمس انواع. اول نوع اسمه ايه؟ لوز سيلولار كونكتد تيشو. اول جمله احد انواع اللوز كونكتد تيشو. ماشي. هو الموست وايد سبريد على اكثر انتشارا. بيكون سوفت inconsistency. بص بعد inconsistency سوفت وخلاص. فعلا الجي لما يكون مش فيه فايبرز كده هيبقى ايه؟ سوفت. سوفت ومقاومته للتنشن او مقاومته للستريس اخبارها ايه؟ ضعيفه قليله صح كده؟ ليتل ريزيستنس ستريس. نقول تاني التعريف بتاع اللوز ايرولار كونكتد تيشو احد انواع اللوز. هو اسمه لوز رقم ايه؟ موست وايد سبريد. ما هو رقم واحد في الانواع هو واخد اكثرهم انتشارا. موست وايد سبريد. رقم ثلاثة يعني ايه كلمة اريولار؟ يعني ضعيف. ضعيف. دي كلمة لاتينية معناها كده. سوفت انكونسستنسي يعني سوفت. دي كلمة تلاقي سوفت. اند ليتل ريزيستنس تو ايه؟ تنشن. مش في فايبرز كتير. ما الفايبرز هي اللي بتقاوم. نيجي للتركيب. استراكشر. اولا في كل انواع الخلايا. بس مين الموست كومن؟ مين اكثرهم؟ اكيد رقم واحد ايه؟ فايبرز. الاهميه ايه؟ صناع الفايبرز. وعايز اعمل مخزن في ستور احط فيها مين؟ فات سيل. فات سيل. حد عارف يبقى شكلها هنا ايه؟ تبقى لارج سبيرنج. هي هنا مش كلاود. فهمنا يا جماعه؟ في كمان نقطه الفات سيل قلنا في نوعين. في نوع اسمه يوني لوكولر ونوع اسمه مالتي لوكولر. اليوني لوكولر كان لها شكلين يا اما تكون ستيك يا اما تكون بوليجونال او بوليهيدرال. اسمه ايه؟ فات سيل. حط خليه اسمها ماست. ماصر نحط خلايا اسمها ماكروفاج. لكن لو قالك في الام سي كيو لوز ايرور كونكتيف تيشو كونتين فتاتك بيلي سايت صح ولا غلط؟ صح. هو قال اول حط تحتها خطين قال اول كل الخلايا اللي انت درستها موجوده في النوع ده. لكن مين الكومن مين السبيشال؟ الفايبروبلاست والفات الاثنين ايه؟ والماصا سيل والماكروفاج دول اهم اربع خلايا. فعلا كنا مهمين في بريتن. All types of fiber. كل انواع موجودين بس الترتيب الاهميه من رقم واحد كولاج من رقم اثنين الاستيك من رقم ثلاثه ريتيكولا. اخبار الماتريكس ايه؟ abundant and watery. فهمت يعني ايه كلمه لوز بقى؟ كتير ووتري عامل زي الميه. موجود فين؟
صح يا جماعه ايه الفيلم ده؟ رقم واحد صب بالديه تحت الميزيه، ايه يا هو كده لازم يكون الديش اللي تحت الميزيه موتري عشان يعملوا فود سبلاي. الميزيه هي فاسكولار بيتغذى بايه؟ الفيوجن. لو انت حطيت نوع تحتيه دنس هيموت الميزيه ساعتها، لان انا احط تحتيه ايه؟ لوز اريولار كونكتيف تيشو. هو صب ايبيثيليوم ادات مثالين في واحد واثنين، واحد كده بسكن حسب انت فين بسكن ايه؟ ايبيثيليوم اللي هو ايبيثيليوم احنا تحتيه، يبقى احنا في مين؟ في الدرمس. الدرمس يعني الكونكتيف بتاع السكن، وتحتيه كمان هايبودرمس. هايبودرمس بس انا صح الدرمس بس. رقم اثنين مثال برضه فين يا جماعه؟ حاجه اسمها سيروس ميمبرين اللي هم فين؟ بلورا بالكارديا بريتونيوم، وحاجه اسمها ميوكاس ميمبرين الاغشيه المخاطيه في الريسبيراتوري والدايجستيف. تلاقيهم تحت بالظبط اسمهم العلمي لامينا بروبريا. يعني لامينا بروبريا الكونكتيف تيشو تحت الايبيثيليوم بتاع السيروس ميمبرين اند الميوكاس ميمبرين. يبقى رقم واحد تحت الايبيثيليوم. المكان الثاني فيلينج اند باكينج. اداك مثال ليها ايه؟ الفموس مصر. ردوا شويه يا جماعه، في حاجه اسمها لوز كونكتيف تيشو ان بتوين الفموس مصر. مفيش مشكله بس هو مين الفموس مصر؟ خلاص ان بتوين الفموس مصر. وان بتوين نيرف سيل. طب قلت ده عشان مثال. هي فيلنج اند باكنج ماتيريال وخلاص، يعني ما بين الليبر والسبلين ما بين الاورجنز وبعضها هيكتبها تحتك عندك في الوظيفه. ايه ده كده وظيفه؟ ايه وظيفته؟ باكنج اند فيلنج ماتيريال فين؟ اهو فين بتوين الاذر اورجن في كل حته دي على سبيل المثال. تمام؟ نقول من اول ثالث صايد. اول حاجه فين؟ تحت الايبسيليا. صح كده كده خط ايبسيليا. الايبسيليا موجود في كل الجسم. اديني امثله. قال لك رقم واحد فين؟ في السكن اهو، السكن ده ايبسيليوم تحتيه، تحتيه بس اسمه ايه؟ ديرمس. ورقم واحد موجود في الديرمس وفي السكن، يعني تحت الايبسيليوم فعلا. موجود كمان تحت الايبسيليوم في السيروس ميمبر. هو الايبسيليوم بتاع السيروس ميمبر كان نوعه ايه؟ سيمبل سكومس ايبسيليوم. في تحتيه على طول كونكتيف تيشن اسمه العلمي لامينا بروبريا. يعني ايه بروبريا؟ كام كلمه بروبر؟ بروبر لامنا يعني طبقة، لامنا بروبريا معناها طبقة الكونكتيف تيشو بروبريا تحت الميسيليوم. بتاع ايه بقى الميسيليوم؟ بتاع السيروس ميمبرين اند ميوكاس ميمبرين. السيروس ميمبرين موجود فين؟ الورا والكارديا. انا بقول ليه صب الميسيليوم؟ كده موجود الامثلة. رقم واحد اللوز كونكتيف موجود فين؟ صب ايبيثيليوم. اللي جاي ده كله امثلة. لما اقول سكن ده مثال، لما اقول لامنا بروبريا ده المثال التاني. حتى لما بروبريا امثلتها كتير، في لامينا بروبريا بتاعت البلورا والبريكارديا والبروتونيوم بنسميها سيروس ميمبرين، ولامينا بروبريا بتاعت الميوكاس ميمبرين بتاع الريسبيراتوري والدايجستيف واليورينري والريبرودكتيف دي كلها اسمها ميوكاس ميمبرين. ايه بقى المكان الثاني؟ فيلنج اند باكنج. دي ايه امثلتها؟ الكتاب كتب ان بتوين المصل وان بتوين النيرف وان بتوين الاورجنز. فهمنا؟ دي كلها امثله. صح كده؟ نمشي.